نسلط الضوء أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفتنا من واشنطن دكتورة مرح بقاعي أكاديمية ورئيسة الحزب الجمهوري السوري. دكتورة مرح، مساء الخير. بداية، كيف من الممكن النظر إلى هذه الأيام الصعبة التي تمر على أدلب ومحيطها؟ بحسب الأمم المتحدة هناك أكثر من 100 ضحية خلال 10 أيام، أكثر من 400 ألف نازح خلال 3 أشهر من التصعيد. ماذا وراء ذلك؟ تفضلي. نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. بداية أتوجه بأحر التعازي إلى أهلنا في سوريا، في إدلب تحديدا وشمال حما، في كل المناطق التي تتعرض لقصف وحشي غير مسبوق القصف. في ملاحظة معينة أن القصف يستهدف المدنيين تماما، هناك استهداف للمباني التي هي مباني سكنية، هناك استهداف للأسواق العامة والمستشفيات، كلها مناطق مدنية. لم نسمع عن سقوط قتلى من المقاتلين أو المتطرفين، لا نسمع غير عن المدنيين والأطفال، والمشاهد يعني يغص العالم لها بالدمع التي نراها على الأطفال الذين يعني يسقطون من المباني وضمن الأنقاض معلقين. يعني هناك استهداف للمدنيين واضح، هذا يصنف ضمن المعايير الدولية جريمة حرب، مسؤول عنها العالم كله، كل من يتفرج صامتا من الدول المؤثرة الكبرى المؤثرة في سوريا مسؤولة عما يحدث في سوريا الآن. طيب، هناك يعني السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا التركيز كله على المدنيين؟ لا أعرف، يعني والله أحيانا التفسير صعب، لأن التوجه نحو المدنيين في هذه المرحلة أولا هو جريمة بكل المقاييس، ثانيا أين يذهب هؤلاء النازحين؟ لا إدلب بعد إدلب، الحدود مغلقة في تركيا أمام النازحين، وهم أصلا إدلب تستقبل مليون نازح من كل مناطق سوريا التي هجر أهلها واتجهوا إلى إدلب. استهداف المدنيين يبدو قصده الأساسي هو التهجير وإفراغ المنطقة من أجل ترتيبات أخرى، ويعني كما حدث في مناطق أخرى من سوريا تم تهجير مدنييها. طيب، يعني هناك تغيير ديموغرافي مصاحب بجرائم ضد الإنسانية، هذا الذي يحدث في سوريا تماما. وأكرر، كل الدول التي تشاهد بصمت وتصمت عن هذه المجزرة اليومية هي متورطة في الدم السوري الآن. هذا بالنسبة للموقف الدولي، يعني بالإضافة إلى ذلك هناك أحاديث عن اتصالات تركية روسية لوقف إطلاق النار في إدلب ربما. هل لديكم تفاصيل إضافية حول أي نتائج رشحت عن هذه المحادثات؟ نعم، هناك اتصالات الآن بين مسؤولين روس ومسؤولين أتراك من أجل وقف هذه المجزرة. نتمنى أن يعني تتطور هذه المحادثات نحو وقف فوري للإطلاق النار، يعني لا نستطيع ننتظر حتى تعقد أستنا. يبدو أن هذا التصعيد هو قبل انعقاد أستنا الذي من المقرر أن تعقد في منتصف شهر آب القادم، كما يحدث كل مرة قبل انعقاد أستنا، وهي المطب الذي وقعت فيه المعارضة مشروع أستنا. يعني فأنا أعتقد أن هناك محادثات جدية، ونتمنى يعني نشدد على أن هذه المحادثات يجب أن تنتج وقف فوري لإطلاق النار. أنا أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، ضيفتنا من واشنطن الدكتورة مرح بقاعي أكاديمية ورئيسة الحزب الجمهوري السوري.